كابسول 20 وياسين بيقلش على مستر محمد ابو عربي. يا جماعه يا نهار ابيض، علمته الطيران واول مطار ما رضيش ياخدني معاه. خليك معايا كابسول 20. بص يا شباب، كابسول 20 في الروابط هو يا فاروق بيجيب لك كلمات كده علشان يعرفني انا رايح فين وجاي منين. زي مين؟ زي كلمه فيرست يا دكتوره تسنيم. فيرست ده هي معناها اولا، يبقى معناها ان الجمله اللي بعديها اكشن 1. خليك معايا هنا يا عمر، يبقى معناها ان الجمله الاولانيه اكشن 1 يعني لازم تتعمل بهاد زائد البي بي. قشطه قشطه. بعد كده يا فاروق يجيب لك كلمات زي كلمه زن او كلمه نيكست، ودي معناها ان ده هو اكشن 2 يعني ماضي بسيط. حلو. طيب انا كده عرفت الدنيا بتاعتي. الراجل هنا هو مش جايب لي فيرست بس جايب لي مين؟ زن. يبقى معنى كده ان دي اكشن 2 وان ده اكشن 1. انا حددت كده يا شباب. الراجل عايز باي ذا تايم. حاضر، خلي بالك باي ذا تايم، بص هي كابيتال، ادي كابيتال باي ذا تايم. باي ذا تايم ده ايه؟ لو انت مش مذاكرها هقول لك يا حسين، خلي بالك ان باي ذا تايم بتساوي بيفور، وكلمه بيفور وكلمه بيفور يجي بعديها ماضي بسيط اللي هو اكشن ايه؟ اكشن 2. عشان كده انت ما تقوليش هاد هاد هنا، لا، وبيجي بعديها ماضي تام اللي هو اكشن ايه؟ اكشن 1. حلو حلو. هتجيب الجمله دي بيفور او باي ذا تايم. الجمله دي فيها حاجه غلط، فين السبجكت بتاعها؟ فين السبجكت بتاعها كده؟ ايه هي بريفست اند ذن ليفت فور سكول. ليفت فين؟ ماشي، يبقى المفروض هنا في هي عشان هنا في الضمير ده، يبقى هنا اهو بيفور هي ليفت فور سكول. خلصت كده يا دكتوره تسنيم؟ عايز بقى الجمله دي اعملها هنا اهو. لو انا مش فاهم هروح شايلها له وحاططها له هنا. طب يا مستر هي فين هاد؟ وفين الباست بارتيسيبل؟ طبعا انت تيجي تقول لي ما هاد اهو، اقول لك يا حبيبي دي هاد، دي باست سيمبل. امال هروح حاطط هاد هاد، ادي هاد، والتصريف الثالث من هاد هو هو هاد هاد بريكفاست. حد قاعد في حاجه مش فاهمها نعيدها له تاني يا فاروق ولا ارمي نفسي من البلكونه وارتاح؟ حبيبي تعالى نكمل.